أهلا بكم مشاهدينا من جديد. وصلنا إلى موعدنا اليومي مع مواقع التواصل الاجتماعي، وبنبدأ بجولة سريعة على موقع تويتر، إذ نشط اليوم هاشتاغ بعنوان أفتش عن إنسان. من بين المغردين مزول المطوع اللي يبحث عن إنسان لا يفشي سرا ولا يهديك إلا برا، إن غبت ما اختابك وإن ضقت تسع لك ويفرح لك أكثر من فرحتك بما أفرحك. بينما تبحث نجلاء عن إنسان لا يرى بعينه بل بعقله، لا يسمع بأذنه بل بضميره، ولا يتكلم بلسانه بل بأفعاله. أمل من جهتها تبحث عن من إذا شاف الحكي يملى عيوني يجاوبني قبل ما أبدأ سؤالي. ومن تويتر إلى يوتيوب وبعض المواقف المحرجة لبعض السيدات عند قيادة السيارة، نتابع. وإلى صفحة سيدة نت على الفيسبوك اللي تعرفنا على الفنان الفلسطيني عامر شوملي، واللي حول أحمر الشفاه إلى فن راق، فقد أعد لوحة فنية لمناضلة فلسطينية هي أول امرأة تقوم بعملية اختطاف طائرة، وذلك من خلال استخدام 3500 قلم من أحمر الشفاه. ونختم جولتنا على مواقع التواصل الاجتماعي مع سيدة نت على تويتر، والذي يكشف لنا عن منافع جديدة للرضاعة الطبيعية على مدى الحياة، تساعد الأطفال لأن يكونوا أرقى في الحراك الاجتماعي وبالتالي يرتفعون ضمن السلم الاجتماعي. كما عودناكم مشاهدينا في كل أسبوع تكون معنا الزميلة فرح آل إبراهيم مسؤولة صفحة تويتر في سيدتي. حياك الله فرح. اهلا هدى، دائما انت تنورين الاستوديو بوجودك معنا وتعطينا اخر الاخبار على موقع سيدتي نت. شكرا. اول شيء فرح، خبرينا شنو جديد موقع سيدتي نت. في البدايه امسي على المشاهدين، وحابه استعرض في البدايه ابرز المواضيع اللي جتنا وصلتنا على سيدتي نت، اللي حازت على اكبر عدد من المشاهدات والقراءه والتعليقات. معنا أول موضوع اللي هو حصل في دبي. حلو. للأسف هي كانت جريمة، خادمة شاذة تستغل الأطفال، اكتشفتها الأم، وصراحة هي جريمة بشعة جدا. أنا أنصح القراء أنهم المشاهدين أنهم يدخلوا يقرؤوها، منها يستفيدوا منها بخصوص قضية التحرش بالأطفال خصوصا من الخدم. عندنا القضية الثانية أو الموضوع الثاني. سوري فرح، شنو كان رد فعل الناس على هذه القضية اللي طرحتوها؟ أي قضية؟ قضية الخادمة. طبعا القضية بشعة جدا، يعني الناس أكيد كانوا مستنكرينها، واللوم كان على الأم أكبر أن هي أهملت الأطفال. صحيح. المراقبة الأطفال جدا ضرورية من هالناحية. حلو. عندنا الموضوع الثاني، أخطاء تجميلية ترتكبها النجمات عادة. موضوع من بيروت إلى الزميل ميرنا عباس. حلو. طبعا فيها نستعرض بالصور، وهي الأشياء اللي يفضلوها عادة القراء، الصور المشاهير ومشاكلهم وأخطاء التجميلية. الأسبوع الماضي عرضنا صور أطفالهم. أيوة، صور أطفالهم كممثلات من غير مكياج. هنا كيف الأخطاء التجميلية؟ أنا أتوقع الممثلات هم اللي حطوا المكياج لنفسهم هنا. فموضوع الأخطاء التجميلية من ناحية عمليات التجميل أو من ناحية الميك اب. حلو. المكياج. عندنا الموضوع الثالث عن المشاهير، بالصور ديما بياعة تحتفل بزفاف شقيقتها ومها المصري تبدو أصغر سنا. طبعا أتوقع القراء جاهم الفضول أكثر أنهم يشوفوا الصور ويقرأوا عن الموضوع. هذا طبعا المواضيع اللي حصلت كمان عدد زيارات مرتفعة. حلو. طيب ننتقل لتويتر. في تويتر كمان هالأسبوع كان حافل بالمواضيع الشيقة والأخبار.
لكن اخترت أكثر ثلاث مواضيع تفاعلوا معها القراء. كان أول موضوع هو السعوديات، يبتكرن قائمة طعام للمكفوفين تلقى رواجاً في مطاعم جدة. طبعاً حلو. هذه مجموعة من بادرة حلوة، أكيد مجموعة اخترعوا منيو بطريقة بلغة برايل للمكفوفين، فكانت بادرة جداً كويسة وتبنتها مطاعم في جدة، وعساس أنه كمان يدمجوا الفئة هذه إلى المجتمع، فكانت بادرة جداً كويسة. يعني يأخذون فرح المنيو حق المطعم نفسه ويحاولون بطريقة براي ويخلونا نفس الفيديو نفس بالضبط. المطعم حلو. هي الوسيلة جدا سهلة وتطبيقها جدا سهل، لكن شوف التأثير الكبير راح تتركه على المكفوفين. صحيح بالضبط. عندنا الموضوع الثاني، هي دراسة من أكسفورد، دراسة صراحة غريبة من نوعها شوي، أدوات الطعام تؤثر في مذاق الطعام. حلو. طبعا هذا الموضوع نشرناه على تويتر ولاقى تفاعل، اللي هو كيف أنت لما تأكلي بالسكينة يختلف الطعم لما تأكلي بالشوكة. يعني عملوا دراسة على مجموعة من الطلبة وشافوا أنه مثلا طعم الجبنة لما تأكليها من السكين أملح من لما تأكليها بشوكة. دراسة غريبة صراحة، أنا ما أعرف. وحلو بما أن احنا حين جاينا شهر رمضان ممكن تساعدنا هذه الدراسة تدري تفتح الشاي حق الأكل. أكيد. عندنا كمان الموضوع الثالث، اللي هي أعراض تشير إلى تعرض الطفل لاعتداء جنسي وخطوات معالجتها. طبعا هذا الموضوع أنا جدا مهم، وأنصح المشاهدين أنهم يدخلون على الموقع ويتفاعلوا معه، لأن فعلا مهم، ومن الخطأ أن إحنا نتجاهل الموضوع هذا. طبعا يعني الأطفال في النهاية مسؤوليتنا. هذه كانت أهم مواضيع تويتر. بالضبط. طيب موضوع الأسبوع شنو راح يكون؟ طبعا الموضوع الاسبوع هذا تخوف مواضيعكم تخوفني شويه. لا مو مخيف الموضوع بس لا جدا مهمه في مجتمعاتنا انه نطرحها مثل هذه القضايا. طبعا اكيد، بس الموضوع اللي اخترته الاسبوع صراحه موضوع شغل تويتر على مدى اسبوع، ما ادري اذا جاكي قولي لي شنو، لان في كثير مواضيع صراحه قاعده اشوفها هالايام مو طبيعيه. قرار تغيير السعوديه الى عطله نهايه الاسبوع، اللي هو كان موضوع جدا حلو. اكيد. وتفاعلوا مع الناس تدريجيا من يوم الاربعاء للخميس، يعني الاربعاء طلعوا له هاشتاج شويه كشف رومانسيه الشعب انه كيف ودعوا يوم الاربعاء. تعرفون الاربعاء كان محبوب الشعب لفتره. طبعا بعد ما قررت السعودية أن تخلي يوم الجمعة والسبت هي الإجازة، طبعا كانت هي الدولة الخليجية الوحيدة اللي إجازتها كانت الخميس والجمعة، فالحين صار في توافق مع الدول الخليجية الأخرى وكمان دول العالم. طبعا أنا أشوف أن التغيير راح يكون، إلى الحين ما أحس أنه في صدمة للتغيير، لأن تعرفين إجازة والناس حتى إجازتهم في رمضان مسافرين، فإلى الآن أنا ما أشعر أن في صدمة. مع هذا جت تعليقات كثيرة على تويتر. وحنا تكلمنا في برنامج سيدتي عن هالموضوع واستضفنا اختصاصي في اقتصادي وتكلم أن هذا الموضوع كثير راح يساعد السعودية أنها تنضم لباقي دول الخليج، واقتصاديا راح يفيدها كثير. صحيح أكيد. وطبعا الحين قاعدين نشوف الشاشة إحنا موضوع نزل على سيدتي نت يطرحهم في تعليقات الناس على تويتر، أبرز ما جاءها من تغريدات. ما أدري إذا نقدر نشوف تغريدات على الشاشة. أكيد. هنا عندنا البراء العوهلي، هذا طبعا أول ما صدر القرار مع الصدمة كاتب قرار جميل ومهم، لكن المشكلة في قراراتنا أنها تجي فجأة. طيب واللي رتبوا لإجازاتهم وحجوزاتهم وزواجاتهم؟ هذا فعلا يعني مثلا تلاقين واحد حاجز الاستراحة كل يوم أربعة، الحين بيتوهق لأنه ما بيقدر أنه يروح في الويكند. صحيح. عندنا كمان تغريدة ثانية من أحمد فتح الدين يقول سؤال مهم، الأشخاص الذين انتظروا شهورا طويلة لمواعيد في المحاكم والمستشفيات وغيرها ماذا سيحصل لهم؟ عندنا سؤال كمان جدا مهم، لأن تأخير الإجازة بيغير الأيام. أكيد. بغير تواريخ فبيأثر على كثير من شغلات، بس بعدين شوي شوي بيتعودون خلاص. صحيح. عندنا كمان تغريدة من عبد الرحمن مظهر يقول من سابق تجربة لي في الإمارات، بعد تغيير العطلة الأسبوعية يحتاج الشخص من 4 إلى 6 أسابيع عشان يتأقلم مع التغيير الجديد. شوي شوي مثل ما قلت لك راح يتأقلمون وراح يتعودون، ومثل ما تعودنا احنا في دبي. فرح ابي كثير اشكرك على وجودك معنا وعلى المواضيع الهامه اللي تطرحونها واللي تمس كثير شريحه كبيره من المجتمع. شكرك فرح آل إبراهيم، واكيد بنشوفك ان شاء الله في مواضيع ثانيه اهم واهم ان شاء الله. شكرا مشاهدينا، احنا الحين بنطلع فاصل وبنرجع نكمل، عندنا موضوع جدا حلو مع الدكتور احمد الالمعي بس بعد قليل، خليكم معنا.
اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. سيدتي بعد الفاصل، مع الإجازات الصيفية حان وقت الحساب، فأي مكافآت للناجحين وأي عقوبات للراسبين من أبنائنا؟